جماعه لا يوجد صحاح السته يا دكتور، يوجد كتب السته، انما في صحيحين. تعلم من هذا كما صححت قرانك وكما صححت لغتك وصحح معلوماتك بالحديث ايضا، ولله الحمد والمنه. لا والله كم والله انت جاهل، كم انت جاهل لما تقول صحاح السته. لا يوجد صحاح تستفز، لا يوجد، انتم مستفزين اصلا. لو كنت رجلا تدخل الموضوع. لا لا طيب، اما يوادون من حاد الله ورسوله، انتم تاريخكم يا معشر الشيعة هو موادات مخالفة المسلمين، مودة مخالفة المسلمين ومودة الكفار. لا مودة 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 مودة. اسمع هلا مني تناقشني تجاريني. اسمع ود يا ود، انت لا تجاري من امثالك. اذا الشيعة تاريخهم لا تجدوا في تاريخ الاسلام الشيعة فتحوا شبرة من الارض، انما وقفوا مع النصارى الصليبيين، وقفوا مع هذا اقصد الصفوية، والان وقفوا مع امريكا ضد الطالبان الذي هو يتهمني انا منهم. وايضا تاريخهم كله تاريخ خيانة، ولكن عامة الشيعة مع الاسف مع الاسف عامة الشيعة اعلى بيد علمائهم وعلمائهم وحكام. كلما قامت دولة شيعية اغافت في التشيع ما لم يكن منه. هذا واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا على محجة البيضاء، تكون في على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يغ عنها إلا هالك، وهؤلاء الطغام يحرفون. ماذا ترك؟ ماذا ترك الرسول؟ نعم كتاب الله، عليكم بكتاب الله. لم يقل كتاب الله محرف، لم يقل هناك كتاب الله. أكل الحديث يا شيخ، خلينا مع الحديث. لم يقل أن هناك مصطفى فاطمة، لم يقل أن مصطفى فاطمة نزل من السماء. أكمل الحديث. لم يقل قال، ولكن ليس بهذا الصدر. ليس بهذا الصدر. هذا بالضبط حديث. تحتجوا هنا، تحتجوا بالأحاد وتتركوا المتواتر. اسمع، ما أنت بعد من بعد كتاب الله والسنة فيه صحيحة، كتاب الله وأوصيكم بإثرته، وأنت كذبت. والليلة مفروض كنت نناقش أكاذيبك لأهل السنة، وأنت أتيت بكتابي. نعم. لا تعرف طبعته كم، وربما حذفت أشياء. أنت سألتك الآن هذا كتاب رقم 5، وهذه الكتب تطبعها مخابرات إيرانية، وهي الدولة الإيرانية يطبعها وتطبعها توزعها في العالم، وأنت بنفسك لا تدري هذا. أنت تدري، ولكن مزيدا للخداع ما وضعت الطبعة وزدت ونقصت فيه. الآن أنا رأيت مثلا كتاب من كنت مولاه فني المولاه هنا في الصفحة الثانية، هنا أنا أراه ثلاث أربع صفحات بعده. عرفت كيف؟ أتحداك. لا جيب الطبعة اللي عندك. لا. أتحداك. ها هذه حجة. جيد. يا كلاس. لا الطبعة اللي عندك. أنا ما جيب الطبعة اللي عندك. طبعتي أنا الآن نسختي في إيران. كيف تجيبها؟ أنا نسختي في إيران. أنا تجيبها. طيب. أتحداك. ها أمام الناس وأمام المستمعين. إذا تلقى حرف زائد في أي طبعة أنا أسلم له. أنا ما أقول هذا. وألعن الشيء. ما أقول زائد. إذا هذا كلمة الصفحة. هذا كلمة أنا. الصفحة ما أقول زائد وناقص. ليش تلزمني بشيء ما لم أقول؟ قلت ثلاث صفحات. ما قلت شيء زائد. أقول مثلا هنا صفحة 135. راجعت كتابك وإذا ب 38. أحسن كيف؟ تعالوا فاهموا بقى. تفهموا. هذا موضوع. أتحداك في هذا. موضوع ثاني. أتحداك. يقول شيء ليس لهم كتاب صحيح. هم يقولون صحاحنا الأربعة. هم يقولون ما في لم يكتب في تاريخ الاسلام مثل الصحاح. طيب هذا هو. اذا ما فيش الان موضوعنا الليله كان موضوع هل هناك طيب مصطفى فاطمة ام لا. هم يقولون مصطفى فاطمة ثلاث اضعاف من المصطفين، وعندنا والله عود للموضوع وهؤلاء اجمل من يعود روايات مكذوبه. طيب وبعدين في موضوع روايات مكذوبه في موضوع اهم من هذا. النصارى النصارى طبعا انت الذي هربت اليهود في جنوب لبنان ام الشيعة؟ هذا كلام فارغ. طيب هل ارشروا اليهود؟ انت تؤمن بالله حتى تتبع؟ ليش ما تعطيني يا اخوان دقيقه؟ ايوه احسن ما نتكلم عن لبنان. نعم نعم ماني اقول لبنان. أرل شارون يكتب المذكرات من الخلافة الشيعة. أنا مسلم. أنا كل الشيعة يقولون أن القرآن ليس بحجة. الشيعة يقولون أن القرآن ليس بحجة. حتى هذا القرآن الذي هو يحلف عليه يقولون إن القرآن ليس بحجة إلا بالقيم. أعوذ بالله. طيب أنت انسموا اسمعوا. يقول ثقة إسلامهم في أصول الكافي. مين هذا اللي قال؟ قاف الكوليني الزنديق السبعي. يقول ان القرآن اسمع اسمع اصول الكافي افتح لو كنت رجلا
الجلد الأول. نعم. كما أنا يا إن الشعر صور لي المصحف كما أصور. طيب أصور لك هاي صورت لك كثيرة بس ما جاي دوره. كتاب وتقرأ من عنده. وصول الكاف يقول. ما تكل كتاب. اسمع اسمع. يقول. الويل لك يوم القيامة من افتراء القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. الويل لك يوم القيامة. وأن عليا كان قيم القرآن. وكانت طاعته مفترضة. وكانت الحجة على الناس بعد رسول الله. إذن القرآن عندهم لا يفهم. ولدى خميني عليه من الله ما يستحق. ادعى علنا على التلفزيون الإيراني. من ادعى فهم القرآن فهو غارق في الجهل. لا يفهم القرآن إلا المعصوم. وهو يقول هنا المعصوم. في مصباح الهداية. في مصباح الهداية. يقول أن المعصومين. وهنا أيضا في كتابه. هنا صورهم يشتمون ما اليهود يقول هذا في هذه الصور لا علاقتها بالموضوع طيب هو لا علاقتها مفهومه من يقول يقولون يعلمون القرآن إن الأئمة يتصرفون في ذرات الكون هؤلاء الأئمة التحريف إذن القرآن فحاد القرآن من الخمسة نزلت خمسة من التهريج انت تهريج هذا المهرج فاقول لك طيب وهذا الكلام اقول لك يا شيخ انا اريد اكمل كلام فهم كمل هذا الكلام موجود يعني عندك خمس دقائق عشان تجمع امر نهائي في امر اذا هذا الكلام ان الكلام ان القران ليس بحجه الا بقيم موجود كتاب الكشي رقم 420 موجود في المحاسن في الصدوق على الشرائع 192 البرقي المحاسن 186 وسائل الشهر الحر العام كتاب انت جيب المصادر اللي انت يقولون كل الثراء هذا من قال اين طيب. المصدر وين الصفحة جيب لي السند جبت لك السند يا مهرج اقرأ طيب. اقرأ انت اكثر من الصهيونية تفرق بين الاسم هذا ان القرآن اذا يهود يقول لا اله الا الله بسيده اسمع يا ولد يا ولد اسمع يا ولد ان القرآن لا يكون حجة إلا بقيم وأن عليا كان قيم شوف استغرب منها ها شوف هو يقبل أي أي أنا نقبل أي الشيء المترفض يقبل هذا أي أي أنا أقبل أنا ما قال لك إذا يشرد أنت تقول يشرد لا هو في السنة ما حد يسمع الله قال هذا والرسول قال آخر قلت لكم لكم الله قال والرسول قال دكتور اسمع انتم تدعون ان هناك مصاحف اخرى 11 مصحف ليس مصحفا واحدا 11 مصحف اعوذ بالله انزل من السماء ربعتكم تدين اعوذ بالله هذا افتراء ما تقولوا لي انا اقرا افتراء ولكن انا انتقلت من هذا الموضوع الى موضوع انكم تقولون هذا القران كامل انتم تقولون هذا القران على المنى ليس سرا خميني يقول من ادعى فهم القران فهو غارق في الجهل لا يفهم القران الا المعصوم هذا واحد وكافي يقول كافي السبعي اللي يقول بتحريف القرآن يقول أن القرآن أنا أتعدى مع شافر معليش أن القرآن للمناظرة للمناظرة أن أنا أتعدى هم يصبون أصحاب الرسول ما يتعدبوا هذا الزنديق يتعدى مع أصحاب الرسول هذا الزنديق يتعدى يكفر أصحاب الرسول أنا أتعدى معهم أعوذ بالله أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم وأن عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكانت الحجة على الناس بعد رسول الله نعم هذا كله صحيح القرآن يقول لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسول يا جاهل يا أنت جاهل لا حجة بعد الرسول جاهل مش القرآن هذا الكلام موجود هنا وهذا في روايات أخرى يقولون حر العامري فصول المهمة هذا كتاب الله الثابت وأنا كتاب الله الناصر نعم ذلك القرآن كاملا صفحة طيب. ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق فلن ينطق لكم أخبركم عنه وفي روايات أخرى يقولون ألي تفسير كتاب الله وروايات أخرى يقولون أن الأئمة هم القرآن نفسه طيب ما أنا ألي رضي الله تعالى ماذا يقول كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله كما أضل الله شيئا إذن وفي نهج البلاغة هناك كلام يرد على هذا